في ظل ظرف دولي دقيق يموج بالعديد من التحديات، انعقدت قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي. وفي ظل مشاركتها في القمة بدعوة من الهند، سعت مصر لأن تكون صوتا فاعلا للقارة الإفريقية من خلال التركيز على ما يهم القارة من قضايا وملفات سياسية واقتصادية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية والتي باتت تتخذ أبعادا خطرة نتيجة لارتفاع أعباء خدمة الدين، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية. خلال مشاركته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة أن يقتضي الالتزام بأجندة التنمية المستدامة تطوير نظام التمويل الدولي عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، لا سيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي.